الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ محمد من ميامي الملابس الجاهزة. أهلا أستاذ محمد. أهلا بك. بداية مرحب فيك معنا بالبرنامج، ونتمنى بداية تعرفنا المزيد عنك وعن بدايات ميامي. أنا محمد من مصر. شركة ميامي تأسست في دولة الإمارات سنة 2005. شركة ميامي متخصصة في صناعة القطن المصري، متخصصة في الجلباب المصري، متخصصة في الإسدال المصري. شركة ميامي اتأسست سنة 2005، ومن الوقت ده وهي رائدة في الصناعة دي. شركة ميامي من أولى الشركات اللي نزلت المنتج ده في الإمارات. احنا لينا هنا 6 فروع في الإمارات. طبعا بنحاول نغطي كل الإمارات. طبعا الشركة أساسها رأس الخيمة، إمارات رأس الخيمة. بنحاول نغطي كل الإمارات، فروعنا مغطية كل الإمارات. الشركة متخصصة في صناعة القطن. احنا بنصنع منتج خاص بدرجة الحرارة، بنحاول نخفف شيء من درجة الحرارة هنا. يعني احنا شغالين في الذوق العام للخليجي او للوافد. تمام. احنا طبعا ذوقنا بيميل للخليج اكتر، بس برضو الوافد بنحاول نعمل له شيء عشان ما نخسر الوافد برضو. يعني احنا شغالين في دولة الامارات، وشغالين ودولة الامارات دولة خليجية بطبعها، بس احنا برضو بنحاول نقرب للوافد عشان نحاول يعني نسيطر على السوق على قد ما نقدر. يعني ممكن تخبرنا على انواع المنتجات اللي عندكم وشو الديزاينات اللي ميزت فيها؟ احنا شغالين في كل الخامات اللي عندنا قطن، سواء قطن في فيسكوز، سواء قطن مراسي ده اسمه، سواء قطن مارسيليا. بنشتغل في الخامات في الجلباب الحريمي القطن، بنشتغل في اسدال الصاله القطن، بنشتغل في الرجالي زي ما انتم شايفين المنتج الرجالي برضو، بس خامات قطن، حاجات خاصه بالحراره. واسدال الصاله ده يعني من المنتجات اللي بتميزنا كمان، اسدال الصاله، لانه قطن صافي 100%. استاذ محمد، بعد النجاح الرائع اللي حققتوه، ما هي الخطه وما هي الرؤيه المستقبليه للشركه؟ والله الرؤيه المستقبليه للشركه اللي احنا نفتح فروع اكتر، نحاول نخرج بره الامارات، عشان يعني دي حاجه يعني نتشرف بيها، ان دوله الامارات بصراحه يعني دوله بتساعد على الاستثمار قوي. انا جيت هنا 2004، لقيت البلد يعني كقياده وكشعب بتشجع جدا على الاستثمار، مش بتشجعه بس، لا ده بيسهل لك، بتنمي لك، بتديك افكار. فخطتنا المستقبليه للشركه اللي احنا نحاول نفتح فروع اكتر، او نحاول يعني نفتح سوق بره الامارات. ده بيبقى بالنيابه عن دوله الامارات برضه. بالنهايه بنتخبرنا وتخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعوك كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع ميامي. والله احنا التواصل مع شركه ميامي سهل، لان احنا لنا فروع في كل الدوله. ده غير اللي احنا عندنا صفحه على انستغرام ميامي فاكتوري، ده يعني صفحه معروفه. ده غير اللي احنا قريبين جدا من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ يعني من الزبون، احنا قريبين منه، او احنا في سوق تنين، احنا في قريه عالميه، احنا في سوق نايف، احنا في صناعيه عجمان، احنا في راس الخيمه في السوق الكويتي، فاحنا في مدينه زايد في ابو ظبي. مول مدينه زايد يعني ده مول، يعني مول معروف هناك ومول القديم. فاحنا بنحاول برضو بقدر الامكان نبقى قريبين من الـ من الـ من الـ من الزبون عامه في كل انحاء الامارات. نتشكرك استاذ محمد، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. حبيبي تسلم. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.